لقد ادعى نظام بغداد بأن هؤلاء المواطنين العراقيين ينحدر أجدادهم من أصل إيراني، وهو ادعاء رغم هشاشته ومخالفته لكل القوانين والأعراف الدولية لا ينطبق على أغلب الذين شملهم التهجير القسري، فجميع هؤلاء يحملون الجنسية العراقية أبا عن جد، ولا تربطهم بإيران سوى روابط الأخوة الدينية. ظروف التسفير كانت قاسية ووحشية جدا، فقد استخدم النظام أقدر وأخس الأساليب في إبعاد هذه العوائل عن وطنها، فكانت قوات الأمن تهاجم بيوت من تنوي تسفيرهم ليلا وترسلهم في شاحنات كبيرة إلى الحدود دون السماح لهم بحمل أي شيء من أموالهم المنقولة، بينما كانت تقوم هي بنهب ممتلكات العائلة، إذ كان الجلاوزة ينتزعون حتى الحلي من أيدي النساء، إضافة إلى نهب ما في المنزل من أثاث وأجهزة منزلية. احنا عرب، عرب جد، 40 جد موشي عرب، ولاد عرب حتى من دور حواوادم، وعدمه وابن عمي وكل ولد هذا السال موجود، عدمه ابو بغريب وودوه وسفرونا بعد.